زاهد بدر الدين، مدير اشغال مساعد بشركه ليداك. اليوم تشرفنا بحضور السيد العامل صاحب جلاله منطقه البرنوسي، السيده عمده مدينه الدار البيضاء، السيد رئيس مجلس البرنوسي وسيد رئيس مجلس الجماعي سيدي مومن. بغيت تقديم مشروع ديال تصريف ديال مياه الامطار ومياه العادمه بمنطقه تيطمليل سيدي مومن سيد البرنوسي. هذا المشروع اللي تم الانجاز ديالو من طرف شركه ليداك هو مشروع مهيكل اللي مكننا الان في هذه الساعه باش نديروا يعني الايصال ديال وتحويل المياه العادمه ديال هذه المناطق كاملين الى سيد البرنوسي، وغادي يمكن باش يعني يواكب هذا التطور العمراني اللي كتعرفوا مدينه الدار البيضاء بالخصوص في هذه المنطقه ديال سيدي مومن برنوسي تيطمليل وكذلك سيدي حجاج. بالنسبه للجزء الثاني اللي كيتعلق بمياه الامطار، فكاين مجموعه ديال التقسيمات ديالو اللي في طور الاشغال حاليا، وبالنسبه للتقدم ديال الاشغال فوصلنا ان انتهينا من بعض ليلو الاشغال نهائيا. كاين تقسيمات اخرى اللي اون كور دو ترافو في طور الاشغال حاليا، والعادي مكننا من ايصال المياه ديال الامطار على مستوى يعني لو باسان دوراج اللي كاين قريب لينا هنا، اللي السعه ديالو 160 الف متر مكعب. اذا هذه منظومه متكامله اللي فيها المياه العادمه، فيها المياه ديال الامطار، اللي غادي ان شاء الله غادي تمكننا من الحد من جميع الظواهر اللي كانت تعرف هذه المنطقه، يعني دوك النقاط اللي كان فيها تتعرف تدفقات مائيه قويه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.